إذا وأنت بتتكلم وأنت بتقرب من سعر الصرف انتبه، لا يدخلك في أزمة فوق خيالك. صحيح. وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة، يقول لك إيه يا جماعة سعر الصرف، أولا إحنا مرنين فيه علشان بس يبقى الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد.